التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في دبي سعادة السيد روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات بشأن المفاوضات الدائرة بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران حول الملف النووي الإيراني والمساعي التي تبذل لاستئناف المفاوضات في فيينا بالإضافة إلى الجهود المبذولة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات ومستجدات